عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم داير واحد الجوله واحد الدوره تقريبا دوار جواهره المنطقه ديال عين المو. الطريق اللي كتدي من ورطاس ماشي الطريق الاخرى اللي كتدي من احفير. نمشيو نشوفوا جماليه ديال الطبيعه اللي تما والجبال اللي كتمتاز بها تما والفلاحه اللي كيتميزوا بها وتما مناظر زينه في هذه الايام ديال الشتاء. الحمد لله غادي نمشيو نشوفوا الطبيعه وخليكم مع الفيديو. وما تنساوش باللي راه كاين هذيك المنطقه وداك الدوار ديال جواهره فيه بزاف ديال الضبابه غادي تشوفوها غادي تكتشفوها من خلال الفيديو. تبعوا لنا الفيديو اخرها كانت الضبابه بزاف وما قدرتش نتمشى يعني نكمل الطريق ديالي في الضبابه. خليكم مع الفيديو واستمتعوا بالطبيعه ديال دوار جواهره. كما راكم تشوفوا هنايا طريق عين المورا صعبت فيها الطريق يعني كلشي فيها الضبابه بزاف يعني ما تقدرش تزيد تمشى لانها صعيبه خطر الطريق كلشي الطريق راه واعره الطريق صعيبه شويه هنا ما نقدرش نزيد الطريق لان ما يبانليش الطريق هنا كما راكم تشوفوا هنا منطقه الضباب عين المورا.